أعلن رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي فض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني إعمالا للنصوص القانونية واللائحية. وخلال الجلسة العامة وافق المجلس على إحالة 7 مشاريع قوانين إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، كما وافق المجلس نهائيا على عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية. جلسة جديدة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، واصل خلالها المجلس مناقشة عدد من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة والاتفاقيات الدولية. في مستهل الجلسة أحال رئيس مجلس النواب 7 مشروعات قوانين مقدمة من 10 عدد أعضاء المجلس إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وشهدت الجلسة الموافقة نهائيا على عدد من مشاريع القوانين، منها مشروع إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية وقانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية ومشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي ومشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف. بيهدف هذا التعديل أو هذا القانون إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر ودعم مشاركة القطاع الخاص وتحقيق المساواة والعدالة بين كل الجهات فيما يخص موضوع الاستثمار. مشروع القانون المقتضي بإلغاء الامتيازات والإعفاءات المتعلقة به الجهات الحكومية فيما يخص المشاريع الاستثمارية الاقتصادية في الحقيقة وجه في وقته، لأنه في الحقيقة مسألة دعم القطاع الخاص وتنمية المناخ الاستثماري الخاص به جذب الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية ده مطلوب، لكن في الحقيقة احنا محتاجين أيضا يبقى عندنا خريطة منظمة منسقة لمسألة الإعفاءات الضريبية، مسألة الحياد الضريبي، مسألة القوانين أيضا المتعلقة به جذب الاستثمارات وتهيئة المناخ الاقتصادي سواء داخليا أو خارجيا. الجلسة شهدت أيضا الموافقة النهائية على عدد من الاتفاقيات الموقعة بين مصر والدول الصديقة، منها اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي لضرائب الدخل بين مصر وقطر، واتفاقية مبادرة تغير المناخ كمنحة مساعدة بين مصر والولايات المتحدة. كما وافق المجلس على انضمام مصر إلى الصيغة المعتدلة لاتفاق التعاون الإقليمي الأفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين والانضمام إلى المجلس الدولي للطمور. وخلال الجلسة استعرض المجلس أبرز إنجازاته والقوانين التي تمت الموافقة عليها خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني. لم يألو مجلس النواب جهدا في أن يكرس طاقات نوابه بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية في أداء مهامه الدستورية المنوطة به لخدمة هذا الوطن وتطلعات مواطنيه، وفي مقدمة هذه المهام وضع بنية تشريعية متكاملة تمكن الدولة من تحقيق ما تصبو إليه من أهداف بما يحقق المصلحة العامة في إطار دستوري وقانوني سليم ويلبي التطلعات نحو البناء وتوفير حياة كريمة آمنة للمواطن المصري تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وفي ختام الجلسة أعلن رئيس المجلس فض انعقاد دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني وبدء الإجازة البرلمانية للمجلس على أن يعقد في دور انعقاد جديد لاستكمال مهامه وأداء دوره الرقابي والنيابي لصالح الدولة والمجتمع.